الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، هذا الفيديو ردا على افتراء كاذب لضابط مخابراتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يريد أن يشوه سمعتي ويريد أن يؤثر في الشعب الأمريكي حتى يعادي الإسلام والمسلمين. المقدمة: تكلمت في فيديوهين سابقين في شرح سلسلة طويلة بدأتها من سنين في شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وقد تكلمت في هذا عن باب وصلت إليه، باب قتال اليهود وهي نبوءة آخر الزمان، وهو كلام مستقل. وللعلم أن هذه النبوءة موجودة في كل الديانات، في الإسلام وفي اليهودية وفي النصرانية. في الإسلام المسلمون يقاتلون اليهود، وفي النصرانية اليهود والنصارى يقاتلون المسلمين في معركة هرمكدون، والمتعصبين من النصارى يقولون أنهم يقاتلون النصارى يقاتلون اليهود والمسلمين. في كذلك أيضا عند اليهود أنهم سيتبعون المسيح الدجال وهو ملكهم آنذاك، ويقاتلون أهل الأرض كلهم جميعا بما فيهم من نصارى ومن مسلمين، ويكون لهم الملك. وهذا زوره في حديث آخر تكلمت فيه في باب آخر، وهو باب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الرمي. وهذا كان في معركة بدر، ومعركة بدر كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وليست فيها يهود. علمهم رسول الله كيف يرمون حتى لا يضيعوا أسلحتهم هباء. وهذا دللت عليه بما يحدث الآن في زماننا، أننا الآن في زماننا الدول تحاول أن تصنع صناعات ذكية حتى لا تهدر أموالها هباء، من صواريخ ذكية وقنابل ذكية وطائرات ذكية وصواريخ ذكية وغيرها وغيرها. أراد هذا الضابط أن يزور فركب الفيديوهين على بعض بأسلوب غير حرفي، وهو يتبع جميع المسلمين الذين يتحدثون، أو غير المسلمين الذين يتحدثون عن قضايا العدل ورفض الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان الموجود في العالم، يتتبعهم وعنده مجموعة كبيرة من أصحاب الذين يعرفون اللغات كلها، عربية وأردية وفارسية، ثم يحرفون هذا الكلام. وأنا أريد أن أقول له ولغيره إن الإسلام دين رحمة، ولو لم يكن في الإسلام رحمة ما بقى يهودي ولا نصراني في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. واسأل أرض مصر، واسأل تونس الجربة، واسأل المغرب العربي وغيرها، اليهود يعيشون هناك آمنين مطمئنين، والنصارى موجودون في أرض العرب كثيرين. لم نقتل أحدا ولم نعادي أحدا، فعداوتنا بيننا وبين الصهاينة ليست بيننا وبين اليهود، إنما اليهود أهل كتاب، أهل كتاب. بالجملة نحن نؤمن بموسى عليه السلام، وهم يؤمنون بموسى، هم يقدسون أماكن نحن نقدسها، نقدس الحرم والمسجد الأقصى، الحرم الإبراهيمي، حائط البراق، كل ذلك عندنا في ديننا. ما تجبرنا على أحد أبدا، وما خنا عهدا أبدا. واقرأ التاريخ بعقل واع، إن قرأته بعقل واع ربما تهتدي إلى نور الإسلام. واعلم جيدا جيدا أن ما فعلته هذا يدينك أنت أولا، لا يديننا، ويخيفك أنت، لا يخيفنا. وإن كنت فعلت ذلك من أجل أن تظهر الإسلام بصورة غير صحيحة، فاعلم يا هذا أن ضوء الشمس لا يحجبه أمثالك ولا أمثال من يمشون وراءك، لأن ضوء الشمس آت لا محالة، آت لا محالة. واعلم أيضا أننا نحترم جميع الأديان كما قلت لك، لكننا ضد الظلم وقتل الأطفال واحتلال البلاد وسرقة الثروات والوقوف في جانب الظالم على حساب المظلوم، لكننا نقف دائما مع المظلوم للدفاع عنه. ولا عبرة بدينه مسلما كان أو يهوديا أو نصرانيا،
ونرفض رفضا تاما العنصرية والإرهاب والعداء، سواء كان من مسلم أو من نصراني أو يهودي، والله تعالى أعلم.